فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وتأملوا معي أعزائي المشاهدين، ها هم قومه أهل مكة قد أخرجوه وحاصروه وآذوه، وأهل الطائف قد رفضوه وأخرجوه من ديارهم، بل رموه بالحجارة. إلى أين يذهب؟ إلى من يلتجئ؟ يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ليس له إلا الله عز وجل. يرفع يديه إلى السماء بكلمات لا يقولها ملك، لا يقولها ملك، ولا يقولها أديب، ولا يقولها شاعر، لا يقولها إلا نبي مرسل. قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني، يعني يريني وجهه الكريه، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلى قريش؟ إذا لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، أي أراضيك يا رب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أي أسترضيك يا رب، لك العتبى معناها أسترضيك حتى ترضى يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بك.